بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وعافيه. معكم ايمي قرموط من جديد. هذا الفيديو راح يكون شوي مختلف عن باقي الفيديوهات. هذا الفيديو راح اشوفكم بفد جانب بسيط من حياتي الشخصيه، الحيوانات اللي انا مربيتها من عصافير وسناجب ودجاجاتي. خطي المسكين قاعد يسمعون صوتها، العصفوره بيضه وخطيه ما تقبل من تسمع حد يحكي، تنزعج حالها، تحب الهدوء. ان شاء الله ربي بعد كم يوم يفقسني البيضات ويقطعون كتاكيت الصغار حلوات مثلها. فنرجع الموضوع انه بالنسبه لطلباتكم واسئلتكم هنا انا كتبتها ولا ناسه ولا سؤال، وان شاء الله راح ادخل سلسله جديده للقناه، سلسله سؤال وجواب. احب الشاي حلو. وقلت لكم اريد اتعرف عليكم، انتم من يا دوله ومن يا مدينه، شنو طموحكم، شنو اهدافكم، شنو تحبون بالحلاقه، تحبون قص الشعر او تحبون صبغ الشعر او اشياء تخص تنظيف البشره. بالنسبه هذا مو شعري، هاي باروكه اشتريتها من هنا من هيوستن من محل خاص للباروكات. اذا عجبتكم كتبوا لي بالكومنت، اذا تحبون شو تسوي لكم فيديو بسيط عن جوله عن هذا المحل، اسعاره كلش مناسبه، بعض الاحيان يسوون تخفيضات، لان هاي كلها هاي سعرها 5 دولارات. واحبكم هواي هواي، ودائما ادعي من الله سبحانه وتعالى بان يبعد عنكم شر كورونا فايروس ان شاء الله، ويكتب لكم الصحه والعافيه والموفقيه بحياتكم. وشكرا على دعمكم، شكرا على اسئلتكم، وشكرا على تعليقاتكم الحلوه، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو القادم. واذا عندكم اي سؤال كتبوا لي اياه على بالانستغرام، لان بالانستغرام التليفون وياي دائما، يعني حتى بالشغل اذا ما عندي اذا عندي وقت فراغ اقدر اجاوبكم على الاسئله بالانستغرام. لكن بالقناه بعض الاحيان من اجاوبكم على الكمبيوتر، بعض الاحيان الانترنت ضعيف، بعض الاحيان ما يصير عندي وقت. واحبكم هواي هواي. باي باي.